الخزان على طول بيتملي اكيد من الحاجات الحلوه. طيب وامتى يفضى؟ يفضى لما يبدا يبقى فيه علامات انذار كده، زي مثلا في علامات انذار، علامات يعني انذار، وده من رحمه ربنا. قبل ما يخلص عفوا رصيدكم نفذ، ما هي أيوة. قبل رصيدكم نفذ رصيدكم، ما هي المستفزه للناس دي، قبل ما نوصل للتكه بتاعت لقد نفذ رصيدكم دايما بيبقى فيه انذارات، وهو ده زي رحمه ربنا بينا سبحانه وتعالى، ان كل حد بيبقى عنده انذار. من اقوى الانذارات في العلاقه اللي تقول ان في مشكله عدم او فقدان التواصل، اللي هو ما يسمى في البيوت اللي بقالها كتير متجوزين بالخرس الزوجي، اللي هو انا خلاص مش عايزه يعني ده التانك فضي خالص، قرب يفضى خالص، قرب يفضى، ده بيبقى فيري ليت، يعني انذار متاخر جدا، لان خلاص العلاقه دي فيها مشكله كبيره. اوكي، انه ما بقاش الكابل او الزوجين ليهم، يعني بنقول بالبلدي كده، نفس يتكلموا مع بعض. ولما تيجي نقعد معاهم في الجلسات، يعني تلاقي هي بتقول لك اصل انا مهما قلت هو مش هيسمعني، وهو يقول اصل هي مصدره مخها في الحاجه اللي هي شايفاها بس، عمرها ما هتخلي ما تفهم انا عايز ايه. وهنا تيجي النقطه الثانيه اللي هو عدم تسديد الاحتياجات. امتى التواصل يفقد؟ لما يبقى الطرفين مش عارفين كل واحد عايز ايه ويسدده زي ما هو. وده يمكن شويه بيفرق ما بين الراجل والمراه.